بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم بيتجدد دايما مثل هذا الوقت من كل يوم من خلال برنامج أطيب، والحقيقة هذا شيء بيسعدنا لنلتقي فيكم ونقدم شيء مفيد وجديد ولذيذ وطيب. بنأمل دايما نكون عم نتوفق باختيار هذه الوجبات يلي عم نقدمها. على العموم، إذا بتحبوا تتواصلوا معنا من خلال الإيميل اللي بتشوفوه بأسفل الشاشة، فيكم تبدوا آراءكم ومقترحاتكم، ونحن حريصين إنه ناخذها بعين الاعتبار ونستقبل منها السلبي أو الإيجابي بكل صدر رحب. ومنحب نقول كمان إنه أي شخص بتفوتوا حلقة من حلقاتنا حيلاقيها كلها على نفس موقع المريز، كذلك اللي بيستحلي أي أكلة من هاي الأكلات بلاقيها كذلك على موقع مريز. أما كتابنا حيكون مطروح بالأسواق قريبا إن شاء الله، ورح نبدأ نشتغل بنوع من اللحم المحشي بالتفاح والمكسرات، ونوع تاني من الأصناف اللي هي الطماطم المحشية كذلك، علما أنه بتشوفوا دايما كل أطباقنا أو كل صنف من أصنافنا منفصلة مكوناته ومقاديره لحال. رح نبدأ. رح نمزج بهيدي الزبدية حبة من التفاح الأخضر، ونضيف ملعقتين من الفستق الحلبي وعدد تقريبا ملعقتين من الكاجو المحمر وملعقتين من الزيتون الأخضر. وفوق هيدو المكونات رح نضيف 3 معالق من فتات الخبز، ومنضيف منهم ملعقة من معزز النكهات، ومنضيف ملعقة من الملح، وملعقة من الفلفل الأبيض، ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، وفوق هيدولي منضيف حبة من البصل المدبل. فوق هيدولي المكونات اللي هي بتشكل حشوة اللحمة. رح نمزج هاي المكونات مع بعض مع الضغط على المكونات بحيث تتداخل كلها مع بعض، نحتفظ فيها على جنب. لنكسب الوقت ونبقى تحت سقف الوقت المحدد للحلقة، رح نبدأ نعمل حشوة الطماطم. 2 كوب وربع من البصل المقطع مربعات رح نضيفه فوق هيدا الزيت، نحاول نخفف من الأصناف يلي انتهينا منها، ومنقرب قطعية اللحمة يلي فتحنا بطنها بالنص مثل ما رح نشوف. فتحناها بحيث نحصل على مستوعب نحشي فيها هيدي الحشوة يلي حضرناها. نضغط بالحشوة على اللحمة وبعدين منطبقها بشكل جيد، ورح نجيب خيط الرسطو ونبدأ بلف قطعة اللحمة هاي. رح نمرق هيدا الخيط تحت اللحمة
بطريقة تربيط الروستو التقليدية العادية، مع الضغط على قطعة اللحم بهذه الطريقة، ونرجع نفس العملية بنمرق الخيط تحت اللحمة لا نربطها كلها. تمام، نعمل بعد مرة بهي المرحلة نقطع الخيط ونحاول نخلي الحشوة داخل قطعة اللحم. ننتقل للبصلة، منحضر صينية بتقاوم الحرارة ومنحط هيدي اللحمة والقليل من زيت الزيتون منوزعه فوق اللحمة. ناخذ القليل من المي ومنحطها بالفرن. لما تتحمر اللحمة بعدين منغلفها ومنخليها مرتين، منرجعها مرتين على الفرن لتنضج بالكامل، وحرم الله لنشوف النسخة الجاهزة كيف بتصير. ندخل على الفرن، وهون نرجع ننتقل لحشوة الطماطم. هون لاحظين البصلة بدأت تتحمر، راح نضيف نص كيلو من اللحم المفرومة. وبنفس الوقت بالنسبة للطماطم بنكون محضرين صلصة الطماطم اللي هي عبارة عن مرق اللحم وقليل من البصل المحمر، كذلك القليل من الفلفل الأبيض وما يلزم من الملح، أو صلصة المحاشي التقليدية اللي دائما بنستعملها مع محاشي الكوسة أو الباذنجان أو الفلفل أو البطاطا أو الجزر، هي الصلصة نفسها بنستعملها. نستمر بتقليب اللحمة ونضيف ملعقة صغيرة من البهار الأسود ومثلها من الكزبرة البودرة وحسب مزاجكم من الملح، ونستمر بالتقليب. Thank you.
بنكفي بتقليب او مستمر بتقليب اللحم لا تنضج، وبنفس الوقت رح ننتقل لنوصل طريقة تفرير الطماطم بطريقة سهلة. هون عنا حبة من الطماطم المفروض تكون شوي متماسكة، ما تكون كتير طرية. رح نعمل دائرة بوسط حبة الطماطم بهذا الشكل. ومنخلي هذه القطعة على جنب لنستعملها كغطاء لقطعة الطماطم. بعدين بهذا السكين المعكوف منفرغها، ومنستعمل هذه الطماطم اللي عم نشيلها من بعد ما نهرسها مع الصلصة. بعد ما فرغناها ملاحظين بنحطها مع رفاقها، واذا بدنا فينا نستعمل الطريقة الثانية لتفريغ الطماطم وهي كالتالي، لكن بعد ما نقلب شوي اللحمة نقطع حبة الطماطم بهذا الشكل. وبعدين نفصل هذا الجزء ومنشيل هذا الجزء الصغير المفروض نبعده. هيك حصلنا على غطا تاني من الطماطم. بنفرغها بنفس الطريقة كثير سهل تفريغها. من بعد ما فرغناها بدنا بنحطها جنب رفاقها وبناخد الحشوة يلي صارت جاهزة. بنقرب الحشوة لهون وبنحشي هيدا الطماطم بهيدي الحشوة. بنحشيها بشكل جيد. بعدين بنحطها جنب رفاقة وبنحط بنرجع الغطيان تبع الطماطم على كل حبة. ومن بعد هذه المرحلة بننقل الصوص بعد
وبعدين بنغلف بورقه زبده ورقه المنيوم وبندخل على الفرن. بقدم مع هذا الطبق اي نوع من الرز، سواء رز بالشعيرية او الرز الابيض او اي نوع من الرز اللي بتحبه. كنا بنغلف بشكل جيد وبندخل على الفرن. يلي دخلني على الفرن احنا هاي نسخة منه هون جاهزة. الجزء الاسود من حبة الطماطم قبل ما نقدم هيدا الطبق منزيله ونرجع منحط الغطاء فوق القطعة. نتعامل معها برفق ونرجع منرجع الغطاء لفوق حبة الطماطم. اما اللحمة اللي دخلناها على الفرن كمان عندي نسخة منها مسوية قبل بوقت، راح نقطعها حلقات ونقدمها مع بعض، لكن من بعد ما نبدأ نشتغل بطبق خفيف من الحلويات. راح أضيف مقدار كوب ونص من الزبدة بحرارة الغرفة على هذه العجينة. ومنضيف مقدار مماثل من السكر البودرة او كوبين الا ربع. بحاجة ان نخفق مدة 4 لـ5 دقائق السكر مع الزبدة لتتداخل الصنفين مع بعض، نحصل على ما يشبه الكريم الناعم. بهذا الوقت نحن رح نجيب قطعة اللحم اللي سبق وسويناها قبل بوقت، من الضروري ليسهل تقطيعها ونحصل على حلقات من اللحم متماسكه تكون شوي بارده، وبالتالي نحصل على نتائج افضل. رح نحدد طبق التقديم. هيدي حلقات اللحم بهيدي الطريقة. نستمر بتقطيع اللحم، وبالتالي إذا بدنا أو رغبتوا فيكم تعملوا صلصة خفيفة تكون مرافقة للطبق.
لما حصلنا على هيدا المزيج من المكونات اللي حطيناهم بيشبه الكريم، كل ما نخفقهم اكثر كل ما نحصل على نتائج افضل. راح نرجع. ونضيف كمية الطحين بالتدريج. نضيف كمية طحين بتلاحم لما نحصل على هذا القوام الرملي من هذا العجين عظيم، هذا القوام المطلوب لو ضغطنا عليه حنلاقيه متماسك. بعد هذه المرحلة من خلال هذا العجين راح نجيب قوالب بهذا الشكل، وناخذ من هيدا العجين الرملي القوام مثل ما عم نشوف، بناخذ منه جزء وبنحطه بهيدا القالب وبنضغط. بعدين بناخذ مقدار ملعقه صغيره من الفستق الحلبي بنحطها بالوسط. بعدين بناخذ المزيد من هيدا العجين ومننتره فوق الفستق ومنضغط. طبعا نكون قبل بوقت بطلنا هيدا القالب بحيث يسهل إزالة العجين من بعد ما نضغط عليه بهيدي الطريقة ومنشيله، وبالتالي رح نحصل على هيدي الصنيورة. نعمل الكمية أو المقدار اللي أنتوا بحاجة له، فيكم إذا بدكم أكبر من هذا الحجم وفيكم أصغر، اللي عنده وقت إضافي مش عارف شو بده يعمل فيه ممكن يستعمل القوالب الصغيرة. بنخبزهم بالفرن لفترة 7 دقايق وبنشيلهم وبننتر عليهم السكر البودرة وهن سخنين، بالتالي بنحصل على هيدي القوالب من الصنيورة يلي ممكن ترافق القهوة السعودية دايما إذا عملناها بحجم صغير، وكوجبة خفيفة للأطفال ما بين الوجبات. هيدا كان اختيارنا لليوم بالنسبة لطبق الحلو. بأمل دايما نكون عم نوصل خطوات العمل مرحلة مرحلة أو خطوة خطوة. ومثل ما قلنا بداية على أي شيء بتحبوا تستفسروا عنه مش واضح من خلال الإيميل بتشوفوا بأسفل الشاشة فيكم تتواصلوا معنا. إن من كفي نعمل نفس الإجراء بنفس الطريقة، وإذا بدكم فيكم تستبدلوا الحشوة اللي هي الفستق بأي نوع مرغوب من المكسرات، كذلك إذا بدكم تستعملوا التمر أي شيء بتحبوه ممكن تنفذوا. بنشوف اللحمة بأي مرحلة صارت بالفرن. اللحمة لما تبدأ تتحمر من كافة الأطراف
منغلفها ومنرجع مرة تانية منرجعها على الفرن ومنسقيها من مية أو عصارة اللحم والصلصة ومنخليها لتبرد شوي ليسهل تقطيعها لما تنضج. هذا كان خيارنا اليوم أو هذا كان اختيارنا اليوم بالنسبة لهذه الحلقة. نأمل دايما نكون عم نلبي تطلعاتكم أو عم نقدم شيء جديد بنهايتكم. منقول بنهاية الحلقة تحية من كافة فريق العمل وكذلك إدارة باريز والشيف فوزي، ونرجع نذكركم نحن عم نصور بإحدى صالات مطاعم ماريز، وبالتالي أصناف كثيرة ممكن تعجبكم وما تكون متوفرة بالقوائم. إذا بدكم فيكم تطلبوها أما من قسم الحفلات أو تدخلوا موقع ماريز وتختاروا يلي بناسبكم، وبتفوتوا أي حلقة على نفس الموقع بلاقيها. أما كتابنا حيكون بإذن الله مطروح بالأسواق قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.